أولا انظروا إلى المقام، دائما المقام يجب أن يخالف صدرك. ترفع عليك الزبد واحد، يجب أن تخالف السفر، لأن السفر في المقام لا عنده حتى شي معنى. دائما المقام يخالف السفر. أعطيني مثال بسيط، خمسة على السفر، هذا لا يوجد في الرياضيات. دائما المقام يخالف السفر. إذا نبحث على القيمة التي تجعل المقام يساوي صفر. أربعة إكس زائد واحد متى تساوي صفر؟ يعني أنت غادي يكون عندنا المشكل ديال الإكس اللي كيعطينا صفر. أربعة إكس ناقص واحد يساوي نقسم على أربعة، أيضا الطرف الآخر نقسم على أربعة. يعني أش كنقولوا؟ كنقولوا أن إكس إذا كان كيساوي ناقص واحد على أربعة، المقام غادي يكون يساوي صفر. ولكن المقام كيساوي صفر مشكل. إذا 4 إكس زائد واحد أنت كتساوي صفر. إذا كان إكس كيساوي ناقص واحد على أربعة، إذا خاصنا نخدمو هاد العدد، خاصنا نزيحو هاد ناقص واحد على أربعة، نحيدوه، خاصنا مجموعة تعريف ديفيني دومين ديفينيسيو، يعني مجال تعريف خاص. حنا مثلا كنا نخدمو على مجموعة R، مثلا مجموعة R خاصنا نقولو خاص R نقص من واحد العدد اللي كيدير لنا مشكلة، هاد ناقص دي بي إف تساوي، خاص هاد العدد ما يكونش عندنا في مجموعة التعريف بتاتا، كيدير لنا مشكلة. الآن نبحثو على نحلو المعادلة، لا معادلة، غنقولو كيفاش. إلا خرجت لنا معادلة بهاد العدد فليس لها حل، هذا لا خاص ميكونش. إذا خمسة إكس زائد ثلاثة على أربعة إكس زائد واحد يساوي ناقص اثنان. أش كيعني؟ كنعرفو أن أ على بي يساوي سي، أش كيعني هذا؟ يكافئ ماذا؟ يكافئ أن أ يساوي بي في سي، ولكن بالطبع تاني هنا بي خاص يخالف صفر، بي يخالف صفر حتى لا يخرج المقام والعدد. إذا طبقوا هذا في هذا يعني هذا. 5 إكس زائد 3 أش كيساوي؟ كيساوي هذا في هذا، يعني كيساوي ناقص 2 في 4 إكس زائد 1. ونحلوا هذه المعادلة، 5 إكس زائد 3 تساوي نشرو ناقص 2 في 4 إكس هي ناقص 8 إكس زائد ناقص 2 في 1 هي ناقص 2، وناقص 3 في 1 زائد كنديرو ناقص، ناقص 2. نجمعوا المجاهيل بوحدها، يعني الخمسة إكس نجيبوا لها 8 إكس عند الإشارة سالبة، ما نقولوش إلا سالب لوغ، ولا كان إكس سالب ضربوا في ناقص 100 ولي موجب، كان إكس موجب ضربوا في ناقص 100 سالب، ما عرفناش الإكس هو السالب ولا موجب، هل هو سالب أو موجب. المهم ناخذوا هيك الإشارة تكون سالب، زائد 8 إكس يساوي، وثلاثة ناخذوا لهي ناقص 2 ب 3 دي ولات ناقص 3، و 5 إكس زائد 8 إكس 5 الإكسات زائد 8 الإكسات هي 13 ديال الإكس، 5 البيضات زائد 8 البيضات هي 13 بيضة تساوي نقص 2 ونقص 3 هي نقص لك 5، نقص لك 2 ونقص لك 3 هي نقص لك 5. ونحلوا هذه المعادلة الآن بسيطة، 13 إكس تساوي ناقص 5، 13 إكس تساوي ناقص 5، إيوا نقسم الوضع على 13، بقي إكس أيضا طرف آخر نقسم على 13، ناقص 5 على 13، هاد القيمة اللي خداها إكس ناقص 5 على 13 هي اللي كتجعلها، إلا عوضنا هاد إكس بناقص 5 على 13 نجد 5 في ناقص 5 على 13 زائد 3 الكل على 4 في ناقص 5 على 13 زائد 1 نجد ناقص 2. إذا هاد إكس هادي الحل ديالو، الحل هو ناقص 5 على 13، هذا هو الحل. يعني إذا عوضنا هاد إكس، هاد إكس هاد المجهول عوضناه بناقص 5 على 13 نجد هاد الكتابة كتساوي ناقص 2. المهم ما ساواش لنا ناقص واحد على أربعة، هذا مشكل حليناه. دائما مجموعة التعريف دائما خاص هاد المقام يخالف صفر. هذا وصلى الله وسلم وبارك على
سيدنا محمد وآله وصحبه.